سالم محمد يقولون هذا المثل الشائع لا يفتى ومالك في المدينه. انا الان ما اتحدث عن انت موجود الاخ الدكتور فتاح الشيخ ممكن ان يجاوبك على هاي الجزئيه. انسحب بضغط وتحت ضغوط؟ انا اقول انسحب لا بارادته دون ضغوط، لان التيار الصدري من التيارات التي لا تخضع للضغوط. انا هكذا اعرف الاشياء. ولهذا عندما انسحب هل توقفت العملية السياسية؟ كلا. هسه ما اريد اقول انا انه مضت باتجاه صحيح. استاذ عادل تريد رايي بهذه الجزئية؟ اليوم الديمقراطي الكردستاني هذا استاذ عادل تريد رايي بهذه الجزئية؟ الكردستاني لما تريد رايي بهذه الجزئية؟ يعني يتصور انه العملية راح تتوقف على 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 عدم مشاركته بالانتخابات؟ تريد رايي بهذه الجزئية؟ لا اعتقد ذلك. لا اعتقد تريد رايي بهذه الجزئية انه لم تتوقف العملية السياسية بانسحاب التيار الصدري؟ لا، واقعا توقفت. واقعا احنا امام حزب اوحد يتفرد بقرارات يعاقب ويقصي حلفاء التيار الصدري ويتحكم بكل شاردة وواردة. استاذ عادل الاطار التنسيقي حاير. استاذ عادل التيار الصدري حاير. انا اتحدث سياسه مو انشاء استاذ محمد. لا ولا السياسه هي استاذ عادل التيار الاطار التنسيقي ما اتحدث تعبير وفضاء. وصل العمليه السياسيه عندما استاذ عادل لن تتوقف العمليه السياسيه الاطار التنسيقي. رحنا وصل حد بي وصل حد بي استاذ عادل الاطار التنسيقي مجلس نواب وصل حد بي الى انه يتدخل حتى بالمسلسلات. الاطار التنسيقي صار اسبوع حاير بعالم الست وهيبه الجزء الثاني وعاف موضوع الإخراج القوات الأمريكية. هل هالدرجة وصل قام يتدخل الإطار؟ أخي الإطار التنسيقي أنت ليش تدخله بكل شغلة؟ يعني الإطار التنسيقي شنو هو؟ ما تقول لي سعود الساعدي نائب تابع للإطار. هناك واجبات هنا أخي، هناك تخصصات يجب أن تحترم. هناك حكومة، مو من واجب الإطار أن يطلع القوات الأمريكية، من واجب الحكومة أن تخرج القوات الأمريكية امتثالا إلى قرار وتوصية مجلس النواب السابق. شو الحكومة مين؟ من الحزب الشيوعي السياسي. أنا أتحدث سياسيا أخي، لا تقول إطار، قول حكومة. الحكومة هي قبل شوية جنابك اعترضت على أنه العنوان يجب أن يكون ائتلاف إدارة الدولة، هسه تريد ترجعها إلى الإطار؟ خوهم هاي حكومة ائتلاف إدارة الدولة اللي ديمقراطي الكردستاني جزء فعال فيها. طيب جزء فعال أستاذ عادل، الأخوة الكرد حجر أساس في العملية السياسية. طيب